صلى الله عليكم. يقول شراء العملة السعودية بالعملة الأجنبية لا بأس بذلك، هذا من الصرف، هذا من الصرف. إذا كان الجنس مختلف يجوز التفاضل، وإذا كان الجنس غير مختلف فلا بد من التساوي مع التقابض، لا بد من التساوي مع التقابض. إذا كانت ريالات سعودية بريالات سعودية أو نقود أجنبية بنقود أجنبية من دولة واحدة، كل دولة جنس، إذا كانت من دولة واحدة فهي جنس واحد، يجوز فيها لا يجوز فيها التأخير، ولا بد من التقابض في المجلس. وإذا كانت مختلفة، هذه من دولة وذي من دولة، يجوز فيها التفاضل. نعم.